متابعين حلقتنا الخاصة للتوعية ضد سرطان الثدي، وبكل إيجابية نحن منكمل مع اختصاصيين، مع ضيوف كمان خاضوا هالتجربة، وبالموسيقى والكوكينج وهالزهور يلي موجودين معنا بالاستوديو. بسرني انه اكون بهالمقابلة مع دكتور باسمة المنلا مباشرة من لندن، واصرينا انه تكوني معنا اونلاين. اهلا وسهلا فيكي دكتور. اهلا فيكي. حضرتك معنا اليوم كمعالجة نفسية، طبعا دكتور بعلم النفس، ولكن أيضا كشخص خاض هالتجربة هاي. خضتي حضرتك تجربة سرطان الثدي، وكتبت كتاب اسمه حكايتي مع السرطان يلي ترجمتيه كمان على اللغة الفرنسية، وسميتيه لو كانسير اي لا ماجي دو ليسبوار، يعني هالسرطان يلي بيعطي كل الامل. بدي نحكي شوي عن تجربتك، عن اهميه علم النفس بهالموضوع، وعن الكتاب ايضا. انا بلشت تجربتي بسنه 2013 تقريبا. اذا بدي احكي بقدر اقول انه ما في تجربه بالسرطان بتشبه اي تجربه ثانيه، يعني حتى لو كان اثنين مرضى بالسرطان كل واحد بيعيش تجربته بطريقته وبوسائله الدفاعيه، وقد ايه بيحصل على دعم من عائلته، شو منتظر بعد من الحياه، شو هي احلامه، فكل واحد بيعيش التجربه بطريقه كثير خاصه. طبعا التجربه بحد ذاتها يعني ما كثير، انا ضد الناس اللي بيعتبروا انه التجربه بتمرق وهينه وما في اي يعني صعوبات. لا، التجربه هي تجربه صعبه، ولكن اهميتها انه خلال تطور العلاج المريض بيتطور كمان حتى على مستوى على نظرته للحياه ونظرته للتجربه، وقد ايه قدرته على المقاومه، وقد ايه يعني بيتغير كل الفلسفه تبعيته بالحياه كلها بتتغير. يلي عم حاول اقوله انه اوقات كثير بنركز على السرطان كمجال علاجي ومننسى البعد الانساني. لا، المريضه بتعاني، عندها مخاوف، عندها هواجس، عندها اوقات ما بتحكيها لحدا. وانا بحكم لاني كنت مريضه ومرقت بهدول الهواجس، وكمان لاني اخصائيه بعلم النفس، قدرت افهم انه في كثير اوقات المرضى بيعانوا بصمت وما بينقلوا مخاوفهم حتى لاقرب الناس لهم، لانه يمكن المجتمع تبعنا بيعتبر انه المشكله هي مشكله علاجيه، ولازم نحن نعمل منازله علاجيه يعني طبية مع السرطان. نعم. بالوقت لا، تجربة حياتية كتير صعبة. دكتور منلا، اللي شفناه اليوم كمان من خلال نهارنا هالسيدات اللي مرقوا معنا يلي كلهم إيجابية وقوة، يعني نحن منا بحاجة بقى أنه نحن نقويهم. يمكن ببداية العلاج أو ببداية المرض بيكون فيه هيك شوية إحباط، بس بعدين اللي عم نشوفه هو تحول رهيب، مثل ما تفضلتي وذكرتي هي نوع من فلسفة حياة بتتغير كلها سوا. يمكن حضرتك كمعالجة نفسية بتقدر تفسري لنا أكثر نفسيا شو بيصير، من وين هالقوة هاي؟ يعني بخافوا على أولادهم أكثر ما بخافوا على حالهم، بخافوا على عائلتهم أكثر ما بخافوا على حالهم، وبيحملوا كل هالحمل مع بسمة ومع إيجابية ومع قوة، شو هالسر هيدا؟ رانيا، هيدا تماما اللي كنت عم حاول أقوله، إنه أول ما بتعرفي بالخبر أكيد كإنسان، مش أنا كأخصائية بعلم النفس ومعالجة، كإنسان تصابي بصدمة، لانه بالنهايه انت عم تواجهي عدو ما بتعرفي شكله، ما فيك، كثير صعب انك تقاومي شيء منك ما عندك فكره عنه. بس بعدين كل ما فتي اكثر بمرحله العلاج، كل ما بتتغير، يعني بتصيري ما بتعودي تحبي تلعبي دور الضحيه، بتصيري بتعتقدي انه لازم المنازله بينك وبينه تكون على مستوى كثير عالي، ومشان هيك بتتغير نظرة المريضة للمرض، وبتصير بتتعامل مع الموقف من الند للند. يعني أنا كنت أقول دايما أسأل حالي، مين هو هيدا اللي أنا عم قاتله؟ شو نقاط ضعفه؟ كيف أنا بقدر يعني أنتصر عليه؟ فلقيت إنه في شغلات حياتية صغيرة يومية هي اللي بتخلينا، مثلا تعطيكي إكزامبل، كنت ما نام كل الليل من الوجع، والصبح وقف على البلكون اطلع بالسما، لقيت سما سودا كثير،
مثل سواد الليل اللي قضيته لانه يكون كثير موزوعه، فجاه يبلش يطلع النهار، وهالضوء هالنور يلي يطلع ويطرد العتمه كلها يخليني انتبه انه لا، بكل شيء عم نعمله بحياتنا اليوميه نحن عم نزرع امل لنا وللمحيط تبعنا، لعائلتنا، لاولادنا، للزوج، للاخوه. وتتاكدي انه رح تشفي؟ ايه، بدك 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 تعملي جهدك انك تقتنعي انه انت بدك تنازلي، بدك تعملي منازله، وبدك تعملي جهدك انك تنجحي فيها. هلا ما بقول لك ما بكذب وبقول لك انه ما بتمرقي باوقات ضعف، باوقات بتصيري كثير داون، لانه في اوجاع، في بس يعني بيوصل وقت بتصيري بتقولي لا، في مثلا يعني حتى بتفاصيل حياتك اليوميه بتصيري بتشوفي الوجه الايجابي حتى للشغلات اللي كنت شايفتيها بشكل سلبي. يعني مثلا انا لما حطوا لي البوليسايت بصدري اللي حطوا فيها السائل الكيميائي انزعجت، واعتبرت انه منظرها بشع، لكن في حاجه انه في ثياب ما عود البسها. بعدين مع نضج التجربه قلت اذا انا بدي افكر هيك كثير غلط، هيدي وصمه شرف على صدري، هيدي مش وصمه عار لحتى غطيها ببلوزه، هيدي وصمه شرف انه السرطان صحيح. سكن فيني، قعد فيني، خواني، فات قعد جوا، عم يفترس خلاياي، عم يمتص دمي، عم ينهش بسناني، بنيرتي، بضفيري، وبرضه انا انتصرت عليه. فاذا هيدي منا وصمه عار مثل ما كنت انا افكر قبل انه لازم نخبي البوليسايت، لانه الناس ما بيحبوا يشوفوها، الناس ما بيحبوا يشوفوا شيء يذكرهم بالسرطان. بس بعدين اكتشفت انه لا، هيدي بالعكس، هيدي لازم نقول للناس انه انا سكنني السرطان بس انا انتصرت عليه. من هيك دائما بتحكي على هالموضوع دكتور، ومن هيك كتبت الكتاب لحتى تكون نعم. رسالة أمل طبعاً، ورسالة قوة أيضاً. شو بتخبري هالسيدات بالكتاب، أو شو بتخبري الرجال؟ لأنه طبعاً نحن اليوم عم نحكي عن الدعم المعنوي، دعم الرجل، دعم الشريك، دعم العائلة، دعم الأصدقاء. يعني كمان لمين موجه هالكتاب وشو خبرتينا فيه؟ هلأ الكتاب أنا عملته بشكل عرض تجربتي. يعني أنا ما حاولت بالكتاب حط بعض الظواهر النفسية يلي بترافق التجربه. يعني مثلا ظاهره الموت المبكر يلي ممكن يحس فيها المريض، مثلا عوارض كازيمودو لما بيهر شعره للمريض او لما بينبتر الثدي، ظاهره السندروم دو لازار لما الوحده بتصح وبدها ترجع تعيش حياتها ببيتها، قد ايه صعب. ما حكيت عن هدول الظواهر النفسيه لانه انا كان قصدي وجه الكتاب للناس المصابات العاديات، لاقول لهم انه انا انساني بالنهايه قبل ما اكون عالمه نفس واخصائيه، وانا مريت بنفس الهواجس والمخاوف اللي هن مروا فيها، وانه نحن بنقدر نعمل سلسله بشريه من زرع الامل بنفوس النساء المصابات الشباب. يعني انا اول شغله عملتها بعد ما صحيت انه رحت تبرعت بشعري ليعملوا بيريوك لوحده مريضه يمكن تكون بحاجه لشعر. فنحن الهدف من كتابي انه اقول للعالم حتمروا باحباط، حتوجعوا، حتعانوا، بس هيدا الاحباط بعد فتره من دون ما تحسوا، انا ما انتبهت كيف تغيرت، بعد فتره بتحسوا انه صار في شيء جديد، صار في تحول انساني، صار في تحول وجداني، صار في يقظه، صار في فلسفه جديده بتخليكم انه انتم تأكدوا لأي وحدة مصابة جديدة هلأ بالسرطان، أول شيء أنه لازم تعمل دايماً الفحوصات المبكرة، الكشف المبكر، لأنه أنا لو ما كنت بعمل كل سنة فحص بكير يعني سنوي، أكيد أنه ما كان قدرت انتصرت على السرطان، لأنه أنا السرطان اللي معي كان عندي نوعين، انسيتو واحد يعني محصور، وكان الثاني انفازيف يعني كان بسرعة كتير كبيرة ممكن ينتشر ويقتلني. فالهدف من الكتاب انه قلن للعالم اول شيء اعطوا حالكم هالهديه السنويه انه بتروحوا بتعملوا فحوصات. انا عيد ميلادي بروح بعمل فحوصات، بعدين
انا عيد ميلادي بهدي حالي، يعني عائلتي بتهديني كادو انا بهدي حالي. هدول له دكتور منى اخر سؤال قبل ما نختم، بتخافي يرجع؟ ليكي بفتره من الفترات بتخافي على بنتك كمان؟ هلا على بنتي كنت كثير خاف، وهيدا اللي كنت بدي احكي فيه. كنت كثير خاف لانه الحكيم قال لي انه لازم تعملي فحص اسمه بركا 1 وبركا 2 لحتى نشوف اذا انت حامله خلايا سرطانيه اذا موجوده، لحتى نحمي بنتك ببرنامج وقائي. فما فيني اقول لك، انا كل عذاب السرطان والمرحله الصعبه اللي مريت فيها ما مريت بالخوف يلي مريت فيه لما عملت الفحص، لانه الام يعني قدر الواحد اذا اصيب انه يقول طيب قدر يعني نصبت، بس نحن بنسعى انه نورث اولادنا نفوتهم على الجامعات يقلهم يحملوا شهادات عاليه، نحن هدفنا انه نقلهم لاولادنا نعطيهم شويه مصاري ليوقفوا على اجريهم او نورثهم عقار، بس ما حدا بيتمنى يورث اولاده. هيدا الشيء مش بايدنا، ويلي بدنا نقوله اليوم انه بنتك طلعت نيجاتيف طبعا، وهيدا الشيء منه محتم. اليوم مرق معنا كثير حالات وبدنا نقول انه مش بالضروره الام تنقل لبنتها. لا لا لا، بس انا عم بحكي لك على الهواجس. نعم. هلا بعدين لما عملت الفحص وطلع نيجاتيف كانت طعمه كثير كثير كبيره. وبحب احكي عن شغله ثانيه كمان، هي دور الشريك بالبيت، يعني دور الزوج، يعني الشراكه والزواج منا هي بس بمرحله الصبا ومرحله لما بتكون الواحد عنده القدرات وعنده القوه الجسديه، كمان الشراكه هي شراكه التزام حياه، يعني هي شراكه بالوجع ومثل ما هي شراكه بالفرح، مثل ما هي شراكه بكل تفاصيل الحياه اليوميه، وهيدا كثير 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 بيساعد المريضه، يعني لما المريضه بتكون محاطه بعائله محبه، بعائله بتسالها شو بدها تساعدها، اكيد انه الامل حيغلب وحيكون في فرص كثير كثير عاليه، خصوصا اذا كان في اكتشاف مبكر انه تنجى بسرعه من السرطان. دكتور منى نحن بدنا نوجه لك تحيه، بدنا نشكرك على هالمداخله الحلوه، نحن ما رح نقدر نعطيك الكادو دوروتوريا اللي محضرينه، رح نهديك ورده فيرتشوال اليوم من هون للندن، تحيه لإلك وسلامه قلبك، وان شاء الله ما بتعودي تشوفي المرض بحياتك، اهلا وسهلا فيكي. كثير لكم على الاستضافه. رح ناخذ بريك صغير ومنتابع.